فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف التعامل مع أهل البدع أو مع المبتدع من حيث المعاملة في الدنيا والابتسام في وجهه والسلام عليه وغير ذلك؟ لا، إذا كانت بدعته مفسقة أو مكفرة فلا تنبسط معه ولا تجالسه، أما إذا كانت بدعته دون ذلك فمع المناصحة له والبيان له، إن قبل فإنك تجلس معه، وإن لم يقبل فإنك تهجره إذا كان هجره يؤثر عليه ويسبب التوبة. نعم.